مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. مفاجأة في الأسماء المرشحة والمتوقع اختيارها من الوزير الأول عرباوي، مع إقالة عدد من الأسماء في حكومته ويتخذ قرارا صارما. بداية، حالة ترقب شديدة للأسماء الجديدة في حكومة الوزير الأول نادر العرباوي، خاصة مع ذكر قرب تعيينه لأسماء من العيار الثقيل لينهي بهم مسلسل التغييرات وعدم ثبات الحكومة الجزائرية على وزراء معينين يدومون طويلا عكس دول أخرى يتم تثبيت الوزراء فيها لمدة سنوات. لهذا فالتغيير المرتقب سيعين أسماء بدقة عالية حتى تشهد الحكومة استقرارا طويلا لسنوات بأسمائها، خاصة وأن كل الحكومات في ظرف سنوات تشهد تغييرات كثيرة ومستمرة الآن، ما يشير لعدم دقة في اختيار الوزراء وحتى حكومة جراد وبعدها بن عبد الرحمن انتهوا كليا، والآن مع تغيير جزئي والهدف أن تعمر طويلا الأسماء التي يدقق في اختيارها وفي كل المجالات، لأن الاستقرار عامل مهم في نجاح أهداف أي دولة، خاصة وأن الدول الكبرى باختياراتهم الدقيقة أي وزير قلما يتم تغييره إلا بعد سنوات طويلة عندما يكون ذو خبرة وكفاءة. ومع الحديث عن الكفاءة والتعديل الحكومي المرتقب من الوزير عرباوي بعد أن عينه الرئيس بون وأعطاه الضوء الأخضر ووجه تحذيرا شديد اللهجة لكل الوزراء حتى ينفذ ويكمل كل أهدافه وقراراته دون تماطل ولا تأخير، قبل التعديل بدأت الأسماء عديدة تظهر ومرشحة بقوة أمام الوزير الأول نادر عرباوي، الذي بدوره يبدو أنه أخيرا تم تعيين أول وزير بهذه الشخصية القوية والصارمة. بشخصية عرباوي ينتظر أن يعمر على إثرها طويلا في الحكومة ويحظى بكامل ثقة ودعم الرئيس عبد المجيد تبون. أما ومن بين الأسماء المطروحة طبعت لاسم العالم والبروفيسور والمخترع الجزائري بالقاسم حبة، الذي يمتلك مئات الاختراعات وصاحب كفاءة وشرف الجزائر في المحافل الدولية، وعليه تعيينه مثلا في منصب وزير صناعة أو منصب قريب من مجاله في الوزارة يعطي إضافة كبيرة للحكومة، وهو الذي نال جوائز عديدة وتم تكريمه من الرئيس تبون. طاهر ميسوم الذي ذكر اسمه بالرغم من أن عليه بعض القضايا وقد لا ينجح، لكن تم اختياره، الذي يعد أحد أكثر الشخصيات المثقفة في الجزائر وذو شهرة كبيرة ويمكنه تقديم إضافة كبيرة للحكومة لينهي مسلسل الفشل المستمر للعديد من الوزراء في ذات المنصب، خاصة مخلفات الوزيرة السابقة نورية بن غبريط التي لا تزال أثرها رغم إقالتها منذ سنوات الكارثية على قطاع التربية إلى يومنا هذا. لهذا ومع كفاءة الأخير تم طرح اسمه بقوة، وقد يكون المفاجأة. أما المفاجأة الأكبر هي بطرح وتداول وترشيح العديد من الأسماء، وأيضا من بين الأسماء التي يريد الكثيرون عودتها هو بالقاسم زغماتي وزير العدل السابق، الذي يشتغل الآن منصب سفير للجزائر، ومطالب أمان بعودته لذات المنصب في الوزارة العدل. وكل هذا مطروح أمام الوزير الأول نادر العرباوي، كما تم ترشيح اسم سليمان سعداوي لتعيينه وزير في وزارة الداخلية وغيرها من الأسماء الثقيلة التي معروضة وترشيحها أمام الوزير العرباوي، والذي سيعلن حسب المراقبين الوزراء الجدد قريبا جدا في تعديل الحكم المرتقب. فما هي الأسماء التي ترونها جديرة بمنصب في الوزارة وتقدم خدمة للجزائر؟ الرئيس الصيني يخص الجزائر بخرجة خاصة مع زيارة قائد الأركان شنغريحة، ومفاجأة عن ما سيرسله الرئيس الصيني وحتى السر منها. بداية، تتصدر المشهد زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري شنغريحة للصين، خاصة في هذا التوقيت بالذات، وتوعد الجيش الجزائري بحماية كل الحدود وتأمينها وردع كل من يقترب من التراب الوطني. وزار شنغريحة خلال جولته للصين العديد من الوحدات الهامة التي تابعة للقوات الصينية في مناطق متفرقة، في زيارته التي هي جارية لأيام عديدة نظرا للبرنامج الكبير له في الصين. كما قامت الصين بإجراء عروض جوية ضخمة أمام شنغريحة، أده أفراد من الوحدة 72 من القوات الجوية الصينية، وتم إطلاع الفريق شنغريحة وعرض أمامه أحدث ما توصلت له الصين، حيث تلقى شروحات وفية عن عمل أفراد الوحدة الجوية وتكوين الأطقم والأفراد في مجال الطيران العسكري. وكشف مراقبون أن هذا الشرح دقيق من القادة العسكريين في الصين لقائد الجيش الجزائري، وطول زيارة كل هذه الأيام بتوجيهات من الرئيس الصيني، الذي أطلع الأخير على مناطق وعتاد جدهم، وبعده الذي وجههم لإطلاعه على مناطق هامة وعتاد جدهم وبعضه سري للغاية، له دلالات عديدة وإشارة إلى أن الرئيس الصيني سيبيع حصريا للجزائر عتادا ضخما لم يبيعه لأي دولة أخرى، خاصة وأن بعض العتاد حديث وجد حصري من أحدث ما توصلت له التكنولوجيا لجيش الصين. كما أنه مؤخرا خصت الصين الجزائر بتزويدها بطائرات جد متطورة بدون طيار لها قدرات خيالية ومذهلة ومن الأحدث في العالم، ناهيك عن المنظومات الحالية التي تم عرضها على شنغريحة.
فيبدو أن الجزائر ستنفتح في هذا المجال أكثر مع الصين، ليصبح عسى جيشها متنوعا ومنفتحا على الصين وروسيا وعلى حد سواء، بالنظر لحجم العلاقات الضخمة والممتازة مع كل من الصين و بالنظر لحجم العلاقات الضخمة والممتازة مع كلا البلدين، خاصة وأن التعاونات مست كل المجالات ووصلت لأرقام قياسية. هذا وأطلعت الصين كذلك قائد الجيش الجزائري شنغريحة على جاهزية الجيش الصيني واستعدادهم لأي تهديدات محتملة، وكيف يعملون بحرفية عالية في تجهيز والتصدي لكل المخاطر حولهم، مقيمين العديد من العروض والتمارين الضخمة أمامه. كما وقع شنغريحة في سجل ذهبي للواء فون ليسين، وحظي باستقبال مميز واستثنائي جلب الأنظار حوله. إذ تتعمد الصين على ما يبدو إظهار للعالم أهمية الجزائر بالنسبة لها، خاصة وأن الصين تعول على الجزائر كثيرا وتهتم بموقعها الاستراتيجي مع المواقف القوية والسيادية للجزائر في كل مرة. وكان الرئيس الصيني مؤخرا عندما استقبل الرئيس مون في الصين أكد على هذا الأمر، ووجه كل مسؤول بلاده نحو التعاون ومضاعفة الاستثمارات أكد على هذا الأمر ووجه كل مسؤول بلاده نحو الجزائر التعاون توجه ومضاعفة انتقادات لديها الاستثمارات للصين والشراكات مع وروسيا وزير الجزائر. الخارجية المفاجئة، وأول الرد بعد أن بدأوا يدعوها لدخول بريكس بعد الرفض السابق. بداية، الجزائر تقلب الطاولة على كل من الصين وروسيا اللتان تعتبران من أهم حلفائها ولها شراكات وتعاونات ضخمة معهما. وهذا العتاب من الجزائر للصين وروسيا، لأنها حسب مراقبين كانت تنتظر منهم الكثير بخصوص الأحداث الجارية لتقديم مبادرات وجهود لوقف الأحداث والتوصل لحل وعدم المشاهدة فقط من بعيد دون أي تأثير، خاصة وأن الجزائر هدفها الأول والأخير التوصل لحل مستعجل بوقف الأحداث كليا، مع الجلوس على طاولة الحوار ليكون حلا دائما ونهائيا يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم للأبد. حيث لم تسلم الصين وروسيا من العتاب والانتقادات من طرف البرلمان الجزائري بعد توجيه الكتل البرلمانية الجزائرية رسالة عتاب شديدة لهما، مستغربين كيف الصين وروسيا بحجمهما وثقلهما وحتى كل الدول الأخرى الفاعلة دوليا أن لا يكون لهم تأثير لإقرار سلم وسلام في العالم وترك الأحداث تمضي وتستمر بلا توقف هكذا دون التوسط أو الضغط بأي مبادرة سلام تجر الأطراف نحوها لقبولها، إذ تطالبهما بالمزيد من التحرك للمساهمة في الحل. ودعت الكتل البرلمانية الجزائرية كل دول العالم، خاصة الدول البارزة والأكثر تأثيرا في الساحة الدولية، إلى المساهمة في الحل وتأثير والضغط لفرضه ووضع مبادرة دائمة، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة من بعيد أو تبني مواقف ألا يكون لها تأثير نحو حل نهائي. كما كشفت صحف محلية أن الجزائر تحركت وبقوة للتنسيق سواء مع حلفائها أو الدول التي ترى أن تحركها نحو وقف الأحداث ومبادرة حل دائمة للتنسيق معهم وإقناعهم بضرورة التحرك للضغط أكثر في ظل فشل كل المحاولات الدولية السابقة، على الأقل لوضع خطة ومسار لمعرفة متى تنتهي الأحداث أو وضع شروط ومبادرات يقبلها الجميع وتكون بوابة نحو حل نهائي ودائم. وبدورها الجزائر لم ترد لغاية الآن على أنباء دعوتها لدخول مجموعة بريكس في التوسعة القادمة، على إثر تحركات وتصريحات من روسيا والصين أن التوسعة القادمة سيدخلون مجموعة محدودة من الدول وبينها حسب مخابرات الجزائر وإندونيسيا بعد أن رفضوهم سابقا، ويريدون تعجيل التوسعة حتى بدخولهم ويتداركوا الخطأ.